عبد الله بن مسعود قال: من يقوم الليل الشهر كله أو العام كله يكون أدرك ليلة القدر. لما أخبر أبي بن كعب قولي عبد الله بن مسعود، ولا شك أن عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، قال: أما إنه يعلم أنها ليلة 27، لكنه أراد أن لا يتكل الناس. ثم حلف عبد الله أبي بن كعب أنها ليلة 27، ولا شك أنه أن كل واحد منهم صادق فيما قال رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة 27، والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يخبره قال: لا تغلب على أوتار العشر. فلما ألح قال: لا تغلب على ليلة 27. إلا أن أقوى الأخبار وأصح الآثار أن ليلة القدر إنما هي في ليلة 27. مما ينبغي للناس أن يحرصوا عليه، لأن الناس قد يفوتهم أول يوم من رمضان، فيكون ليلة 27 إنما هي ليلة 26 مثلا. فينبغي لمن حرص على تحصيل ليلة القدر أن يجتهد في عمارة الليالي، ولا سيما هذه الأوتار. النبي أخبر أن ليلة القدر في العشر الأخير، وأنها في أوتار العشر الأخيرة.